أهلا وسهلا. هيدي بأول آخر السبعينات أو الثمانين، كنت عم بشتغل بمركز إستوست سنتر بهيوستن، وبدي حدا يساعدني بالتنظيف لأنه ما فيني أطبخ إذا ما الأوضة، نحن ستة كل وحدة عندها صندوق وفرشة على الأرض وصندوق حد، بس بدي تكون مرتبة، ومش بس الأوضة، هن يكون سيارتهم مرتبة وأفكارهم وكله، ويعرفوا وقت يكون نرفز وهيك مجويين ما فيني. قالوا فإذا بدنا نجيب لك حدا يساعدك، لأن إحنا الأمريكان تلاتر مكركبين، بس منو المجويين بس مكركبين، وأنا ما عندي إلا اللي عايزته. تفوتوا على بيتي بتتعجبوا، شغلي المبعوزة بنفس النهار ببعتها مبني لغيرها. جبت وحدة $5 بالساعة وما عجبتني، قلت له لا لا لا، لأنه منلتقى مرة بالجمعة منقعد ومنسب بعضنا شو عملنا لبعضنا غلط هالجمعة، وكانت وقتها أنه خلص نقرر نجيب حدا. بعدين اجت وحدة بتاخد $20 على الساعة، هلا بتاخد $100. تعلمت معي وصارت تعرف أكثر وعجبتني، قلت له خليكي معنا. وهني قالوا بدنا ندفع كلنا لأنه مريم ما فيها تطبخ، وإذا ما طبخت مريم طاقة ما بتكون قوية بالأكل إذا هي من مرتاحة. وفي نهار كانت بس بدها تشرب قهوة أو شيء تطلع لبرا وما تقبض حق النص ساعة اللي قاعدة تشرب فيها، فمعليش يعني أنت معي 5 ساعات يعني بتلو. كثير هيك صعب أشفتها أنه قالت لي بدي خبرك شو بشتغل، شي نهار بدي اخذك مفرح ما بشتغل. قلت لها بتمنى اعرف. عملوا لي ميك اب وهيك، قلت له لي قالت طيب عملت ميك اب، تاري بتشتغل بمطرح دعارة، وانا بطبخ كانت لمستشفى مهمة كتير ام بي اندرسون، يعني العميد تبع المستشفى كان عنده سرطان حالة صعبة، مريم طبخت الأول، جيب غيري جيب غيري جيب غيري، هيدي أعطيها $5 هاي 10. أنا من أول يوم أعطاني 25 على الساعة، تاني يوم 100، تالت يوم قال لي ما فينا ندفع لك، شو عملتي فيي بثلاث أربع أيام؟ فأخبرون بالمستشفى، وبعدين صرت أعرف ناس من المستشفى هوني، حكيوا إنه مريم بدها تروح على هون. رحت وفت لجوا وهيك بكيت لما شفت أشياء، ولقيت حد في رجال قال لي أنا مايكل دبغي، عرفت إنك جاي من أشهر أطباء القلب بالعالم. قلت له شو بتعمل انت هون؟ قال اول شيء عرفت انك جاي، وبعدين في ناس هون بيقطع قلبهم لانه هالبنات اللي بيتزلطوا وبيتعروا وبيكبوا عليهم المصاري بس ما في يدقروهم، اوقات ما بيقدر يدقرا بيجي انا، او اذا واحد قام يضربه في بوليس، هيدا الاوضه هيك معموله. قلت له بس هاي بطريقه ما بيقدر يفش خلقه، ما بيقدر يطلع من هالكبت، عم بيضل الكبت موجود. وصرت احكي انا وياه، وهيك تغير المركز كله، وسلدة تغيرت، وشفتها انه بعدين عندها 9 أولاد من وين جبتيهم؟ بتلمهم عن الطريق، يعني شو هالتناقض؟ شفت انه هيدا بارادوكس بيكمل بعضه، اذا قلبه صافي وعم تعمل شيء من قلبه، ولكن الامراض بتزيد بسبب هيك مراكز. وقت اجى دبغي وعطيته كتب وقلت له في اكل بيعطيك كثير غراء وهيجان وأمراض وفي أكل، وصرنا نجيب هالناس لعنا على المركز ونسهر مع بعضنا كلنا، واللي بيأكل واللي كذا، وما حدا يقول للتاني إنه أنت بتعمل وأنا بروح هون. وبلشت الفكرة تكبر أكتر وأكتر، في أكل، عندك طاقة الذكر، عندك طاقة جنسية قوية، تحطي أكل فيها مر، لو المرة بتعرف شو الجرجير كان خبطه تحت السرير. سو هالطعمات الخمسة، حامض ومر وحلو ومز مثل الزنجبيل ومالح، وقت منقول حلو يعني شمندر جزر مش فويكي، الفويكي بدها نص ساعة تطلع من جسمك، الخضرة 3 ساعات. سو بالفود كومبينيشن، خلط الطعام، لا طعام على طعام، تقرأ على الموقع. إمام علي عنده كتير كتب بس لغته بالنسبة إلي صعبة، بقرأ إنجليزي بس نفس الفكرة.
الحقيقة وحدة بلغات مختلفة. هلأ يجي الإمام علي أو يجي الحبيب أو المسيح بيحكوا عربي وإنجليزي وبسوقوا سيارة من نعصر العصر اللي نحن فيه، ما منخليه هو يعصرنا. فإذا هالبنت اللي أنا شفت شو عم تعمل، شفت حالي أنا الضعيفة والسخيفة. هون إذا وحدة ما تجوزت من زمان عيامي كانت عزراء، ما بيست ما غير إمها بيقتلوها. بأمريكا إذا كانت عزراء عيب تروح شو وحدة قلت لك تعال ليلي نعمل سكس أنا وهي بدي أتجوز، إنه ولو شو بدي أجرب فيك أنا. عشان هيك عنا كبت كتير بالأم العربية في بناية هون، بس تينكحوا الأولاد الصغار أو ينكحوا بنات عزراء. وهلأ صار في سحابة ملوة بالصين 15 دولار بتسكري وبتفتحي. شو هي البتولية بالمهبل؟ للهبل إيه للبهلة. البتولية إنه كل لحظة عم نعيش ومنموت، كل لحظة منموت ونموت، كل لحظة منخلق من جديد. هي التنظيف. بس الإنسان صاير سخيف وخفيف، ويعني ما بقى في شيء اسمه لطيف، ما بقى عنا هالعلم، عنا الجهل. اجهل وتوكل. قال له اعقل وين الفرس؟ قال له تعبان ونعسين، انت الله بيربطها. قال له انت ربطها ونين واتوكل على الله. بس عمل شغلتها انت، شو شغلتها؟ شو اللي بتحبه؟ ما تعمل شيء ما بتحبه لأنه اشتغلت واشتهرت ولأنه عندك شهادات على الحيطان وأنا الدكتور والبروفيسور. أنا بس واحد قال لي أنا الدكتور بمشي خبرت بشكل ما بدي أحكي مع أمويت. عشان هيك شوفوا هالحي من هون إجا علم واخذ الإبر كيف قدر يتحمل، كيف عم يتحملونه نحل. شو صار هون؟ من حوالي 200 سنة عنده منحلة، بس عنده وجع براسه هو كتير وما كان في الطب يشفيه. بتقوم النحلات تتلقطي هي بعقصه الدبور والنحلة ومن الزرقطة بس راح الوجع. وهيك اجى علم واخذ الإبر. فإذن هيدا الوضوء الأكبر اللي التيمم عليه. بس الدوئن هو كيف أنت تحرك إيديك، كيف أنت تحط على النقط شياتسو، ما تخلي حدا يحط إيده عليك. بناء خاص بأمة العرب وبلبنان أبدا ما حدا يحط إيده عليكم، لأنه بيضرب الجسد الأثيري. لأنه عم بيحط إيده عليك عم بفكر بغير شيء. ما عندنا شيء اسمه OB out of body experience، ما عندنا فجوع أبدا. أنا صدقت ناس كثير كلهم أب ماشي، ما حدا من قلبه، ما في إلا الأم بتغمر ولادها إذا 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 ولادها بتكون هي خلفت بس كوفوز من لحم. قالوا مش بتربي بتلبي. فإذا كل واحد منا يقول أنا هيدا جسمي وهيدا جسدي وأنا السائل والمسؤول، وكل عمل عم بعمله أعمله بعلم بفهم وبأخلاق وبصدق. شفتوا هيدي اللي بأمريكا شو قالت وغنت؟ قلت له أنا شرموطة وداعرة وعاهرة وعارفة حالي شو عم بعمل، بس أنت باسم المسيح وباسمك باسمك شو عم تعمل برا وظيفة بيت يعني شرموطة عاهرة دائرة شو ما بدكم. هي شغلتها وعندها رجال وولاد، بتروح على شغلت كذا ساعة بالنهار وبتجي. كان من زمان في سوق عندنا بلبنان الزيتونة، هونيك سوق الشرمي، هلا صار بكل البيوت في زيتونة. وإذا ما كانت المرأة هيك يعني ما بتكون على الموضة، صار الشر موضة. مش المرأة هيك لازم تكون يعني تدبر لجوزها شغل ولولادها و بنتها هيك بنت 10-12 سنة بتبلش بالشغل. خبرتكم 8 سنين شفتها بالكويت، 9 سنين لابسة كعبالي هالقد البنت من هالكعوب القليل اليوم بتطرطق فيهم محجبة.
الام ضحيه وبنتها ضحيه الضحيه وكلنا ضحيه الضحيه. victims of victims be a victor. خلاص تمرد، كون انت المتمرد على كل الماضي وعلى كل هالعبيد وهالحشود بدك الجماهير تزقف لك لانك فنان. منخلص من ستار على قدمي، منحط واحد تاني تبع عمل مغنين غني معنا، كلنا صرنا بدنا نغني ما بنستحي. منيح لأم كلثوم منا هون. أنا حتى فيروز قلت لها تعالي نعمل أنا وياك سلام، الناس بيسمعوا لك، منروح لعند هالحاكم وهالحاكم وهالحاكم وهالزعيم. يا خيي لا تكون لا زعيم ولا حاكم، إنسان واحد ونص مسيحي بهالأمة العربية كلها عم نتخانق مع بعضنا لأنه مسيحي. لا المسيح مسيحي ولا محمد محمدي. روحوا أبعد من هالمذاهب والطقوس والعقيدة. أنت استفتي قلبك ولو أفتوك، حس أنت بمشاعرك، أنت شو بدك. شفتوا اليوم الإنترنت شو عم بتفرجينا؟ بيبقى قاعد بالمسجد إلا أنا هلأ عم صلي بس خلص بجي. في وحدة ناطر صاحبها تيجي بالصحراء، وبس اجا ناطرته وتعب شقت فيه هي وراجعة. قلت له مينك انت؟ قال لي انا عم صلي وتعصي لي على السجادة. قلت له انا ناطر الرجال وما شفتك، انت مع الله وشفتني؟ شو هالكذب والنفاق؟ بيسألوني شو عندك دين؟ الحمد لله ما عندي دين. التدين بين كل نفس ونفس بكل عمل من إماطة الأداء إلى لا إله إلا الله. فإذا كل واحد منا يشوف وين أنت رايح، منين جيت، مش مهم لوين رايح. هلأ بهالدقيقة أنت وين؟ الآن هو الزمان والمكان. إذا هلأ أنت مرتاح، بعد دقيقة مرتاح، أول خطوة كل الجلوة. وإذا أنت هلأ زعلان، شو هل الله هيدا؟ أحد من عبكرة بيقوم بيقول good morning morning again، رجعنا فقنا اليوم، جيبي لي أرجيلة، جيبي لي فنجان قهوة ودخان. أنت كل دقيقة حسيب ورقيب على نفسك، ما حدا مسؤول عنك إلا أنت، وما حدا بيحبك إلا أنت. إذا ما حبيت نفسك كيف بدي أحبك؟ إذا ما عندي ماي كيف بدي أسقيك؟ فإذا بدي أجرب بنفسي أولا، ثم نفسي ثم نفسي، بقوم العرب بين قطع نفسنا. شوف نحكيها بكرة كمان. What success means؟ شو يعني النجاح؟ عندك ميل، عندك قصر، عندك برج، عندك سلطة، شو الميل؟ شو هو النجاح؟ وين الامتحان؟ بالجامعة؟ بالمدرسة؟ الحياة هي الامتحان. وبعدين نعم بياخد الشهادة هون، من بعدنا هون الامتحان. هلأ كيف بتكون؟ نحكي فيها أكثر بكره.